يا كابتن طارق، كابتن طارق، يمكن لقاء مثلا غزل المحله صاحب الارض النهارده والجمهور كان لقائه الاخير امام اسوان في اسوان مع عبدائك الجديد الكابتن هشام مع اسوان، ودايما وابدا المدير الفني لما بيجي جديد بيبقى فيه شكل مختلف للفرقه. فهل خساره غزل المحله من اسوان بهدفين هو معيار لمستوى ممكن يكون اقل غزل المحله، ولا كان ساعتها اسوان هو اللي كان حالته اقوى بشكل او باخر عشان وجود مدير فني جديد؟ كان تغيير المدرب بالنسبه لفرقه اسوان، كابتن هشام زكريا اول ماتش ليه بيتولى مسؤوليه، والملعب في اسوان والماتش في اسوان قصدي، كان الموضوع بالنسبه له بدايه واللعيبه عايزه تقول احنا هنا. كان في اخطاء الفتره اللي فاتت وبدانا نصلحها وي والكلام ده كله. خساره مفاجاه من وجهه نظري بالنسبه للمحله، خاصه فرقه المحله عندها خبرات في الملعب كبيره جدا، في اسماء لعب الدوري ممتاز كتير جدا، جابوا حتى الصفقات اللي جابوها صفقات على مستوى كويس. كابتن خالد عيد من الناس اللي بتعرف تختار في الدوري ده بشكل صحيح. كويس جدا صحيح. فاعتقد ان كانت مفاجاه من وجهه نظري، على الرغم ان فرقه اسوان برضو فرقه محترمه ولسه طبعا نازله من الدوري الممتاز مع نصر من الدوري ومعاها برضو لعيبه كويسه كتير لسه قاعدين، انما خد بالك كان فرق بين الاثنين على الرغم ان الاثنين لسه نازلين من الدوري الممتاز، ان فرقه المحله اكتر انسجاما، اكتر نتائج كويسه، فكان عندهم الثقه، فمفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي فوز المحله على كان قبلها اسوان ماتش غزل المحله مع مكادي على ارض او استاد غزل المحله والتعادل الايجابي. مكادي من الفرق اللي كانت محيره لكل الناس، اللي هو كل مبارياته كلها تعادل مع فرق كبيره على فكره، وقابل كل الصعب اللي قدامه فوق في الجدول وقابلهم. فهل غزل المحله النهارده على ملعبه هيحاول يصالح جمهوره، وخاصه يمكن كنا كده شفنا كابتن خالد عيد في مشاحنات او في جدال مع الجمهور اللي كانش عاجبه اداء غزل المحله في ماتش مكادي؟ طبعا هو هيحاول على قد ما يقدر ان هو يصلح الامور اللي حصلت في الماتشين الاخر، تعادل مع مكادي على ملعبه وخساره من اسوان بره، دي برضو نتيجه بالنسبه لفرقه غزل المحله اللي بتفكر في الصعود بقوه، انها مفاجاه غريبه جدا، او بيبعد نفسه عن الصداره، لان المحله لو كان كسب الماتشين الاخر كان انفرد بالصداره صحيح. وانفرد برقم، يعني هو دلوقتي غزل 11. المحله لما تيجي تبص على الجدول هتلاقي 11 بونت، ضاع منه اربع نقاط اربع كراكب نقاط 15. 15 بونت، كان فرق حتى عن فرقه لافينا ببونت، وكان بقى هو متصدر الجدول. حتى لو كانت فرقه بتروجيت النهارده اللي هي قريبه منهم كسبت، كانت هتبقى متساويه معاه في عدد البنات والامور صحيح. قريبه جدا. انما المحله لسه كل الفرق، خد بالك بمناسبه كلام الكابتن تامر بجاتو، الموضوع لسه مش واضح بالنسبه للجدول وترتيب الجدول والماتشات. انت سالت سؤال مهم جدا، هل ده طبيعي ان كل المستويات قريبه؟ لان الجدول فعلا من المركز ال 17 الثلاثه بونت بيفرقوا معاك يخلوك تخش من ضمن الناس العشرة العشره اللي قدامانيين، فالموضوع لسه محتاج كلام كتير جدا.